اليوم المرأة التونسية ما تحلمش يزي ما حكيوا لها حكايات فرانس شارمون والهداري والخرافات ولا ونشأت على الأحلام وعلى وعلى زادة لي كونسيكونس متاع الأحلام في حياتها وعلى الديسيبسيون متاع الأحلام. يوم المرأة التونسية تخمم وتبني وتتعارك وتخبش وتكذب. أنا ما نحبش نحلم على خاطر بعد ساعات الحلمة تطلع منام تاع تارس. دونك قررت باش نكون زلزال طوفان لكل يد تتمتح بتمس الشعر. المرأة التونسية تطمح إلى أن تكون متواجدة في كل مواقع القرار، أن تتغير العقلية الذكورية السائدة والتي تقصي المرأة التونسية باعتبارها نصف المجتمع. لازم ربما نغير في العقلية السائدة، نعلم نسبة التمدرس عند المرأة، نسبة الوعي عند المرأة، القدرة على التفاعل بالنسبة للمرأة وعلى الانسجام مع الأوضاع عند المرأة. هذا الكل يجعلها تنجم تكون متواجدة في أي موقع من مواقع القرار. أنا بكل صراحة نفرح، لكن معاش نعمل عيد المرأة، معاش معناتها تستدعونا كان على نهار نحكيو على المرأة، ماذا بينا تستدعونا معناتها حول طاولة نقاشات وقت اللي ناخذوا قرارات اللي هم مصير البلاد، تشاركونا في القرارات ومش تشاركونا في حفلة معناتها. نحلم وأنه بلادي مستقبلها يكون مضمون من ناحية الحريات، الحرية الفردية، حرية التعبير، حرية الخلق والإبداع، وما عادش نشوف فيها مظاهر العنف اللي قاعدين كل يوم تتساقط علينا، ونحس وأني نهارت اللي نكمل المأمورية متاعي في داخل المجلس التأسيسي وفي الحياة بصفة عامة النجم نرقد ونتمين على مستقبل أولادي. نتمنى أول حاجة لتونس باش معناها يفهموا رواحهم وتتليق البلاد وكل هكيك النجم معناها برسنتاج كبيرة باش نضمن أنا مستقبلي واللي نحلم به. أبار هذيك فما حاجات شخصية معناها نحب نعيش متهنية فرحانة ببلادي كيما التوانسة الكل. والله طموحاتي كمرأة أن المرأة تاخو مكانها اللي تستحقه وإذا كان عندها الكومبيتنس اللازمة في كل الميادين مهما كانت صعوبتها، يعني إذا كانت تستحق ما تقصيهاش، ما تستحقش حاجة أخرى، حتى الرجل ما يستحقش. ولكن يعني اللي لاحظته عن تجربتي قلت هالة أني إدارين لما تعاملنا كنا نتقدموا زوز، متذكرها لتو، زوز نتقدموا باش ناخذوا قراش، ناخذوا معناتها درجة في العمل، فكان يكفي أنه هو ذكر وأنا نخدم حتى أكثر منه يتعدى الذكر، فكانت تقلقني جدا يعني الفكره هذه. انا نخدم اكثر منه، اعطيني حقي، انا نقدم اكثر منه اعطيني لا يكفي انه وليد ياخذ حاله زاد كيف المسؤوليه. انا وياه فرد قراد ونخدمه كيف ونقدمه كيف. لما يرشح المدير يرشح اون برومي ليو الفاتح. اليوم احلامي نشارك نبني بلادي خطوه بخطوه، بطبيعه مانيش وحدي، مع كل مواطن ومواطنه يحبوا يبنيوا تونس. اليوم احلامي تونس تولي تقدميه وتونس في المستقبل تتقدم وتولي عندها وزنها، سواء كان في السياسه ولا كان في الاقتصاد وغيره. وامنيتي زاد نخرج من عنق الزجاجه الطاوله نجمنا نخرج منه. عندي برشا اماني بطبيعه، اهم حاجه انه كان نستحق فرصه، كان نستحق اني نكون كفاءه في البلاد هذه، علاش لا، انه ما يتمش قمع على اساس النوع نتاعي، على اساس انه انا مراه وما نستحقش نكون في مراكز قرار او غيره. اللي نحب عليه انه على قد ما عندي يعني كفاءة، على قد ما عندي شهادة علمية، على قد ما عندي قدرة وثقافة، نحب نلقى روحي غدوة في البلاصة اللي نستحقها وما يتمش التمييز على اساس النوع. المرأة التونسية اليوم تحلم بالمساواة الحقيقية مش المزيفة، تحب تكون فعالة في المجتمع، تقوم بدورها انت وتتحقق تونس، تونس الحقيقية، معناها تونس متاع المساواة، تونس متاع الحريات، تونس متاع الديمقراطية. هذه المرأة التونسية اش تحب؟ إن شاء الله تونس تولي في استقرار، والمرأة التونسية تحب تعيش أو ميم طون تكون في بلاد مؤمنة وتكون متهنية وفرحانة على أولادها وبلادها ومستقبلها وحاضرها، وما نحبوش الدم يسيل وما نحبوش حتى شيء يوقع لنا اللي نكونوا نادمين عليهم بعد كيف ما برشا بلدان.
المرأة التونسية اليوم أول حاجة هي مرأة مستقلة ومعناها تحب الانديبوندونس نتاعها. شبيش تحلم؟ تحلم بأنه يكون تحافظ على الحرية نتاعها، وخاصة تخلي القيمة نتاعها والمكان نتاعها كما هي عليها وتزيد تحسن فيها. المرأة التونسية تطمح إلى المساواة الفعلية والتامة بين الرجل والمرأة في كل شيء، في الشغل، في الأعباء الاجتماعية سواء تربية الأطفال، سواء في المراتب العليا للسلطة. مثلا الاتحاد العام التونسي للشغل ما عندناش نساء نجم تشد في الهياكل العليا، ما عندناش رئيسة ديما تقعد هي اللي هي للمونتاليتي تاع الرجل الشرقي اللي ديما يرى المرأة وضعيتها الدونية. المرأة التونسية تتمنى لحقوقها توا تكون كاملة، ما تكونش مهضومة، هذا اش تتمنى؟ نطمحوا بالحرية والكرامة كمطلب معناها خاص بالجيل التونسي الجديد، وسلم الاجتماعية أساس معناها بناء تونس المستقبل. الدنيا تولي بخير وتهاو. أحلامي أن البلاد تولي بخير. والله عندي برشا احلام ان شاء الله تتحقق، وبديت في مشروع جديد وخدمه جديده ان شاء الله تمشي فيها امورها باهيه وكا، وتونس زاد تونس على ستنيتها بالقدا هذيك الحاجه البال فايده. انا نحب ان شاء الله البلاد تتقادوا.